وجاء مسك الختام آخر مهاجمي هذا الموسم وآخر لاعب في أساسيين المنتخب السنة الأفضل هذا الموسم على الإطلاق. اتفضل يا أستاذ جمال. آخر مهاجمي الشمس أو أوسكار الشمس هو رضا الويشي، وأنا فرحان برضا الويشي لأن هو يعني بعد عمر 37 سنة يحصل على أفضل مهاجم وهو بيلعب في ألو إيجيبت. شارك في 26 مباراة، أحرز 5 أهداف وعمل 7 أسيست. رضا الويشي ده لعب في أندية كتير يعني، السكة بس خلي بالك أهم مدعبة ست الفريق كامل، وسامح بيقول لك صعد بثلاث فرق ست الفريق كامل، قال له أمال ما صعدتش بينا ليه؟ بس خد بالك عبد الله، كان يوم هايل، تشعر في الفرحه، تم الاهتمام والنشوه في وجوده في الاوسكار. وبعدين ايه، هو قاعد من اول دقيقه لاخر دقيقه عين رغم كل مشاغله. وبعدين خد بالك هو جايته نفسها على فكره، هو عامل زي الرئيس برضه، بيصحى الساعه 5 الصبح فيعني ماشي مع عندنا الساعه كده. لو نام. اذا نختم معاكم باخر مهاجمي السنه، ودايما وابدا مستمتعين معاكم. وخلينا الاخير كان عندنا مين؟ رضا الويشي. رضا الويشي، وعايز اقف قدام رضا الويشي كثيرا صديقي المحترم. وعلى فكره انا صممت وحربت ان رضا ناخده نموذج خارج نطاق الارقام لانه ظاهره. مليون مبروك لرضا الويشي، وربنا يكرمك دايما يا رضا، واللي جاي افضل واحسن ليك ان شاء الله. رضا الويشي ضمن افضل مهاجمي هذا الموسم في اوسكار الشمس الاول لاختيار الافضل في دوري الدرجه الثانيه موسم 2022-2023. انا بالنسبه لي بعتبره تكريم خاص، ظاهره في دوري القسم الثاني، الكابتن نجم مصر ونجم انديه كتير. انا هقعد اقول انديه هنضيع وقت كتير. كابتن رضا الويشي، اتفضل يا كابتن رضا. 37 سنة كابتن رضا، وهو أكبر المقربين سنا، هداف كبير، شارك هذا الموسم في 26 مباراة مع نادي السكة الحديد وأحرز 5 أهداف وعمل 7 أسيست، من اللعيبة الجيدة جدا، وبتمنى له التوفيق. أنا سعيد جدا متواجد مع النجوم الكبار وسيادة الفريق وكابتن عبد الناصر زيدان وقناة الشمس. طبعا الواحد سعادة تكريم كبير بالنسبة لي، والواحد زي ما قلت لك أتمنى الاستمرارية، لأن الدوري الدرجة الثانية يستحق أكتر من كده. في لعيبة كبيرة جدا في ظل الأسعار الكبيرة جدا في الدوري الممتاز، لا أنت ممكن تختار لعيبة، ممكن تلاقي تعمل فرقة محترمة. وطبعا سعيد أول حاجة أن أنتوا طبعا أنا بحييكوا على المبادرة الكبيرة ديت، ودي يعني بتبقى بداية إن شاء الله لأجيال كتيرة وتطلعوا لنا نجوم كبيرة بإذن الله يعني.